أنا أبي أعرف أنت ليش ما أنت مهتم؟ ما تبي تجي لك عيال؟ بالله وش رايت؟ تبيني أترك مشاغلي والأشياء اللي أشوفها بعيني عشان ألاحق شيء تشوفينه وأنت راقدة؟ لا تعذرين بالسحر، ماني معرس يا بنت الناس، والله ماني معرس. طيب وش أنت خسران؟ خلنا نروح ندور العمل ونفكه. سوالف الحريم ترى هذا تغثني. تبي تروحين تحفلين وتدفنين دولة العمل، روحي دوريه. لكن أنا فكيه منس، فكيه من المشاكل كلها. أنا يا الله أفتك من المشاكل اللي متكومت على راسي. طيب اسمع، هذا دوه مجرب ونفع ناس واجد، اخذ منه. شوف انت بتروحين تحفرين دورين العمل. طيب اسمعي، اول حفره تحفرينها ادفني فيها العلبه ذي، ولا عاد اسمع انك جايه بتنطاري لهالسالفه ذي مره ثانيه. فاهمه ولا لا؟ اتوقع القرار يخصني انا، وانتم مهمتكم هنا تكونون معي مو ضدي. احنا معك يا راويه، ونناقش الموضوع. لا تتحسسي من كلام منصور. ايش قال منصور؟ احنا مو كان اتفاقنا كم يوم ونخلص؟ ايه بس انت من يوم ما وصلنا تبي تخلص، ما صار لنا اسبوعين. بعدين يا عاليه، انا اعرف وعلان اكثر منكم، ثعلب ما يهروا العبث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا دكتور؟ الحمد لله. طيب؟ تمام. أنا جاي أشوف ردكم، وافقتوا ولا ما وافقتوا على عرضي؟ يا دكتور، المبلغ اللي عرضت عليكم ما أنت بلاقي مثله أبد. ولا في أحد في القرية بيعطيكم إياه، حتى التثمين. وهذا اللي مخلينا نطلب وقت للتفكير. أسمع أستاذ بعلان، أنا اللي في قلبي على لساني، أنت إيش مصلحتك؟ لا تشيل هم مصلحتي، فكر في مصلحتك، مصلحتكم كلكم. هذه فرصة ما تفوت، أنتظر ردكم، بس لا تتأخرون عليه.